السلام عليكم. في الفيديو هذا لكم واحد اللعبه اللي هي زوينه بزاف. اللعبه هذه شنو هي؟ حياه القطط. انك تلعب حياه القطط، يعني شي حاجه اللي ناضيه في اللعبه ان الكرافيك يعني فيها خطيره بزاف. يعني اولا لان كارت جرافيك يعني ديالك اللي غادي تكون عندك الحاسوب يعني تستهلك تستنزف الطاقه ديالها، يعني تستنزف الطاقه ديالها بهذه اللعبه هذه اللي كيوصل الحجم ديالها 6 جيجا فقط. يعني الحجم ديال اللعبه هذه 6 جيجا فقط، وكتستهلك الموارد ديال الحاسوب ديالك كامله، يعني من البروسيسور من الرامات ومن الكارت جرافيك. يعني اول لانك يعني الحراره يعني كلشي غادي يرتفع عندك الحاسوب ديالك. المهم هذه اللعبه ديال الاساطير كيفاش انك تعيش يعني حياه القط، كيفاش القط كيمر بواحد الحياه اللي هي صعيبه مع السكان ديال الارض يعني بصفه عامه، يعني كيفاش انه كيعيش الحياه ديالو اليوميه، كيفاش انه كيدبر القط ديالو، كيفاش ياكل، يعني بزاف ديال الامور اللي غادي تعيشها في هذه اللعبه هذه. خصوصا ان هذه اللعبه هذه ما عندهاش بزاف، يلا كتحطس يعني ما عندهاش بزاف يعني شي شهر ولا شهرين، يلا كتحطس في البلاي ستيشن 5 وحطس في البلاي ستيشن 4 وكذلك في الحاسوب، يعني كتخدم يعني رائعه جدا. ولكن يعني كنظن انها غادي تستنزف الطاقه ديال الحاسوب ديالك، يعني من الاحسن انك تخدمها على شي كارت جرافيك تكون 8 جيجا او 4 جيجا بس تعطيك داك الريزوليوشن اللي تكون زوينه بزاف. المهم الرابط لهاد اللعبه ديال الاساطير غادي تجبروه في الديسكريبشن في اول تعليق في اليوتيوب، غادي نحط لكم الرابط ديال اليوتيوب، تدخلوا الصفحه ديالي وغادي تبعوا الرابط ديال اليوتيوب وغادي تجبروها في اول تعليق الاساطير. المهم تيليشارجيها فيها 6 جيجا. المهم خدمت معاك غادي تخدم يعني 100% تخدم معاك، كيما تخدمش مع شي تطبيق اخر ديال التسجيل بحال او بي اس او اي تطبيق اخر. خصوصا انا خدمت مع التطبيق ديال او بي اس اللي هو كيدير كيستنزف البروسيسور بزاف، كيكون البروسيسور بزاف، ولكن رغم ذلك يعني سجلت بهذا الوضوح هذا. المهم هذه اللعبه هذه الاساطير شي حاجه اللي مبنيه على الواقع الافتراضي، يعني شي حاجه اللي ناضيه غادي تعجبكم بزاف. المهم الاساطير تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. باي.